أم نور من الإمارات. يا أم نور السلام عليكم، كيف شيخنا؟ وعليك السلام يا أختي. بحب أشكرك على البرنامج طبعا، بتعلمنا أنه الدين الحب والسلام بطريقة كتير حلوة طبعا. الله يسلم. شكرا للكنترول كمان. شيخنا أنا عندي سؤالين. أول شيء بدي أحكي لك بشكل مختصر، يعني أنا إنسانة عانيت شوي بحياتي بزواجي. نعم. أنا تزوجت أول مرة وكان نتيجة هالزواج ثمرته طفلين، هم هلا كبار الحمد لله، وللأسف يعني أنا كان حلمي زي أي امرأة عادية بسيطة، إنه بيت وأولاد بروحوا على المدرسة، بس ما يعني ربي ما شاء لي إنه يكمل هذا الزواج، وكان عندي منه ولدين وكنت كتير صغيرة. فبعديها على طول برضه وقعت بنفس الغلط وتزوجت مرة تانية برضو نفس الشيء، يعني إنه كان في أسباب يعني وانفصلنا، بس ضلوا معي الولدين اللي من زوجي الأول. واللي من زوجي الثاني صراحة أخذوا إلي 10 سنين ما شفت الولد، يعني ما بعرف كيف شكله حتى هلأ يعني. والولدان الأولينيين يعني أنه اضطريت أنا اللي أكون مسؤولة منهم، لأنه أبوهم تخلى نهائيا عنهم من مصروف من رعاية من كل شيء، يعني حتى ما بيشوفهم. اضطريت طبعا أنه أطلع لبلد تاني هون طبعا على الإمارات الحبيبة وإني أشتغل، بس دائما عندي شعور بالذنب تجاه أولادي أني تركتهم، هم مع أهلي تركيتهم يعني، بس أنه لأنه برضو لحد الآن يعني الحظ السيء ملاحقني، ما بعرف شو السبب. الحمد لله طبعا على كل شيء، بس ملاحقني الحظ السيء، حتى أنه الأشخاص أنه اللي بقابلهم بحياتي دائما يعني بيطلعوا سيئين. فسؤالي الأول أنه هل معقول أنه أنا عم بظلم أولادي أني بعيدة عنهم، وابني الأول أنه أنا مو قادر أشوفه. أختي قبل ما تقولي، هم عيالك عند أهلك صح؟ وأنت ما خرجت إلا لقمة العيش حتى يحيوا حياة كريمة. أكيد والأم بمنزلة الأم. أكيد الأم جدته بمنزلة الأم كالجد بمنزلة الأب. قال صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هو اسمه محمد بن عبد الله لكن جعل الجد بمرتبة الأب. فأختي قبل أن تسألي هذا، سل الله أن يعينك، أن يوسع لك في رزقك إن شاء الله، ويتربى تحت ظلك. سل الله هذا قبل أن تسألي هل أنا مذنبة ظالم، يعني هل تتوقعي مني أنا أقول لك أنت مقصرة جدا، وأنا أعلم أنه لا يوجد إنسان يتمنى الغربة. أكيد أنا أعلم يقينا جدا 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 لا يوجد إنسان يتمنى الغربة بعيدا عن أهله وناسه وقبيلته وأصدقائه وأبناء عمومته، ما أحد يتمنى، ويحتاج إلى ذاك السند والعون وتلك الجلسات الجميلة والضحك حتى الفجر، ما أحد يتمناها. أنت ما خرجك إلا الحاجة حتى ابنك لا يمد يده لأحد حتى يتعلم تعليما هنيئا ثم أهنيا، ثم بعد ذلك تريد أن أقول لا ارجعي اختي؟ لا، سل الله هذا الأفضل، الله موسع علي في رزقي حتى يحيا أبنائي تحت كنفي وظلي، وانتهى الموضوع. السؤال اللي بعده، اللي بعد انه ابني الثاني انا ما بشوفه، يعني السبب ابوه، يعني انا عن جد اللي 10 سنين انا هلا لو ابني يمر قدامي انا ما بعرفه. طلبتيه في المحكمه الرؤيه الشرعيه وكذا وهذا؟ بس كان دائما في تهديد من الاب انه اوكي خذي، بس اذا مرض انا اشتكي عليك، اذا وقع انا اشتكي عليك. مو بلا درجه هذا هلا، هذا مو بلا درجه، لكن انت تستطيعين ان تطالب ابنك قانونيا، هذا ما له علاقه، لكن انت من واجب عليك ان تطالبي ابنك قانونيا وتشوفينه وتعلمينه وتربينه ويشعر بامه، حتى لا ياتي بعد ذلك الزمان يكبر ابنك ويتصل في نفس البرنامج ان بقيت حيا والبرنامج بقي حيا، يتصل يقول أنا أمي ألقتني إلى أبي الظالم ولم تسأل عني أبدا، فهذا الذي يرسم له. فأنت على الأقل أن يعلم أنك تسعي، أما هذا الإهمال ثم تطالبي تقول لماذا أفعل، أبوه خلي أبوه يحملك ما عندنا مشكلة، لكن على الأقل اسعي لرؤيته. علمتي سيدتي الفاضلة؟ أوكي. آخر سؤال شيخنا، طبعا أنه أكيد أنا برضه بحكم ربي وكل شيء بيعطيني إياه من خير وشر ورزقة وحرمان رزقة الحمد لله رب العالمين، بس هل الحظ السيء بيرافق الإنسان
لمدى بعيد لهالدرجة. أنا أعلم أن الفكر السيء والبرمجة السيئة هي التي ترافق فقط. فإذا أنت برمجت نفسك وفكرك أنك أينما ذهبت ستلحق بك المشاكل، أبشرك ستجد المشاكل باستقبالك. أحسن الظن بالله يحسن الله لكم مصاريف الحياة، علمتي؟ فلا يوجد حظ سيء، يوجد أنت برمجت نفسك على الحظ السيء. الله يجعل حظوظنا. آمين أختي، شكرا. آمين. بس في سؤال، إذا بس تحت الهواء إذا نستطعت. كرمت إن شاء الله.